انت؟ ياوا زاد انا اقول وش هالسياره اللي عند بابنا؟ ايوه انتظر ولدك عامر وياسر وشكوش. وانا فيه بيتي سر ما اقدر اقول لك. عجيب والله. خليني اساعدك بالاغراض. اي والله الله يعافيك، حطيه بالحوش. هيا هيا. يا عمي خلال الهرمية يلا نمشي. كفتة، هلا كفتة، متأكد؟ طيب طيب جاي عيال جاي. كبره انت حط على الصامت. كفته اسحب عليه ذا البزر، ما دق علينا الا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين يا عيال؟ لازم نزبن، واذا ما قدرنا ندق على الشرطه. قسم بالله مسكنا ذا النفسيه نذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك ونحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح وترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي دق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متاكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغى احد يساعده وينقذه منك. بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، انا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه عند ابو عامر اللي ولدوه. عندكم يوسف فندي بعد؟ تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا؟ لا لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد، في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول. اقول لك فين اصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ اخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين انديهم لك. اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود. كفتة خلوا علي يا النكبة، لا تدق، انتظر برا لين يجيك. تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ أنا أخوكم وجاركم زيد.
على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وأنا فخور فيكم ومبسوط أني ساكن في حارة فيها شباب أمثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف أنتم فاهمين الموضوع غلط. أغبياء يا جار أغبياء، تعالي عامر طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. أنا أقول تعالوا تعالوا خلني أقهويكم وأفهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما أدري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. أنت روح ولا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة أنت، أمش أمش. وأخوي يبغى يسبقني وياخذ أبوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصاً أبوي أكل الحمد لله على كل حال. أبوي عنده المرض الخبيث في رجله، للأسف إن لما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسمه. الحمد لله على كل حال. بصراحة أنا قلت أبغى أكسب أجر أبوي وأخذ بره لين آخر يوم في حياته، وخصوصاً إن أيامه معدودة وهذا علمه عند الله. فكرت بأي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه. صراحة الفكرة اللي جت في بالي إني أنحاش من كل الناس وإني أدور لي فلة واستأجرها وأجي أنا أبوي فيها وأبر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياتك. يعني ذا أبوك؟ إيه هذا أبوي، أبوي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر في آخر يوم في حياته. عاد تكفون يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونا أي معلومة، وخصوصاً أخوي. ما بيجي وياخذ أبوي مني، أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه. عيال اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه، الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم آمين. بصراحة أنا ما أدري وش أقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعلى إذنكم عيال أنا بروح أشوف أبوي، أخاف يحتاج شيء وأنا ماني بعنده. أدركم. يا أخي ما شاء الله عليك، يلا مشينا. ما عندك استراحة يا وليدي، تروح وتريح لي. الاستراحة وسلمناها، واخذنا عهد أنا وأخوياي أن نقضي باقي أيامنا في رعاية والدينا. وانا طلبت منك شيء؟ فارزني انزلع، شايفني محرول قدامك؟ لا 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 لا، بسم الله عليك يبا، لا لا ما انت محرول، بس انا ودي ابر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الاجر، خلنا ابر فيك لين ما تموت ان شاء الله. عجيب والله، انت انهبلت. خبر عاجل، بعد توفيق من الله في الساعه 3 فجرا تم القبض على المطلوب جزاء بن ادعار مع مرافقه زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزاء ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزاء ولكن لاذ بالفرار. كذاب،